السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مريم عريبي في تسجيل جديد. هو سأعيد في هذا التسجيل تمرين تحرير مشاعر الحزن. هناك صديقين أو اثنين من المتابعين على ما أتذكر طلبوا مني إعادة التمرين بسبب ارتفاع الموسيقى المحطوطة في الفيديو، فنويت إن شاء الله نعاوده لكم بشكل واضح وتقصي أكثر دقة على قدر ما أستطيع، يعني حتى تستطيعوا تطبيق التمرين بكل سهولة. إذن تمرين الحزن أو تمرين تحرير مشاعر الحزن هو سنطبق فيه معا تقنية سيدونا لتحرير المشاعر، مع العلم أن تقنية سيدونا هي فعلا التقنية التي غيرت حياتي 100%، يعني قلبت حياتي 180 درجة. يعني بهذه التقنية استطعت تحرير نفسي من مرض اسمه الأعصاب في المعدة لمن يعرفه. في أسبوع تحررت نهائيا من هذا المرض الذي بقي معي ما يقارب 8 سنوات أو أكثر. فبعون الله هذا التمرين سيدونا اللي بيشتبقه توا هو تمرين سأحدده على الحزن، يعني سنطبقه على الحزن. لكن تجدر الإشارة لهنا أنه يمكنك بكل سهولة تطبيق نفس مراحل التمرين، يعني نفس الشرح تستطيع أن تطبقه على أي شيء مهما كان، يعني تستطيع تطبقه على أي شعور مهما كان يكن، وتستطيع أن تطبقه على أي شخص، يعني يمشي على الأشخاص كما يمشي على الأشياء كما يمشي على أي شيء أنت عندك، يعني حاجة عندك فيها مشكلة، مثلا حاجة مقلقاتك نجم تعمل عليها التمرين ذي اللي باش نشرحه. فخوذ المبادئ متاع التمرين الأساسية وطبقهم على أي نوع من المشاعر اللي عندك أو أي إشكال أو أي هدف أنت تحب توصله وما نجمش توصله. فننطلق في التمرين هذا بإني أولا نطلب منكم، يعني مهم إنكم تتبعوا، معناها تمشوا معايا في المبادئ اللي باش نجموا نعملوا بها التمرين هذا وتكون عاتية مفعولها ان شاء الله 100%. فاولا من المستحسن يعني جدا انك انت كي تجي باش تطبق التمرين بتاع سيدونا تكون وحدك، يعني تمشي مثلا تتكى في بلاصة ولا تجلس في مكان المفيد، تكون وحدك ما معك حتى ضوضاء، مفهم حتى حس، تكون كالم هادي في خلوة مع ذاتك. تحط السماعات في نتاع الأذن باش تسمعني بدقة، وتغمض عينيك باش تسمعني بأكثر دقة. ماذا بيك يعني كان تحب، معناها يا تكون جالس في وضع مستقيم الظهر متاعك، أو اختار الجلسة اللي تريحك المفيد. حاول ما تختارش وضعية يعني تعديك في النوم، معناها تسمعني وتتعدى في النوم. ف هذوما مبدئيا الحاجات الأساسية المستحسن تعملهم باش المفعول متاع التمرين يعطيك الأثر متاعه على أكمل وجه. هذا أولا. ثانيا نحبك تحط النية هذه معايا، يعني احنا حكينا برشا عن النية في القناة، ياسر نأكد ونعود على النية من كل شيء. فنيتنا من التمرين ذايا هو أني نخرج مشاعر الحزن اللي نحسها، سواء كانت تجاه شخص أو تجاه موضوع معين أو هدف معين أنت ما وصلتلوش. معناها مشاعر الحزن هذه مهما كانت تجاه أي شيء احنا ننو في بتطبيقها لهذا التمرين أنها تتحرر منها، تخرج من القلب. فالمشاعر هذه تاع الحزن هي ران على القلب، هي حجاب عن القلب، احنا نحبه يخرج عليه. وهذه هي تزكية النفس اللي نحكي عليها في القناة. فلهنا تعاود معايا النية هذه، اللهم إني نويت بكل صدق تطبيق تمرين سيدونا لتحرير المشاعر السلبية مني،
المتعلقة بي وتذكر الأمر، سواء كان وفاة شخص عزيز عليك، سواء كان مثلا زوجك قال لك كلام، أي شيء تحس تجاهه بالحزن قول النية وحدد شنو هو. نعاود: اللهم إني نويت بكل صدق أن أحرر مشاعر الحزن التي في داخلي تجاهها وتذكر هذا الأمر. الآن حاول تاخذ الوضعية متاعك اللي تكون أنت فيها مرتاح. النية ماذا بي، تغمض عينيك وتكررها على الأقل 3 مرات. يعني نحب النية، نحبها تتغلغل فيك، يعني تكون صادق فعلا، يعني تمس الصدق في أنك تعمل التمرين ذي. دي مرة هو الصدق والنية هما مفتاح كل شيء تحب تصلله، الصدق والنية من الأمر. فكرر النية لنتحس بالحق أنك صادق في نيتك بالتحرير هذا الران اللي اسمه الحزن. خذ الوضعية لتريحك، ضع سماعات الأذن، أغمض عينيك. الآن أريدك أن تستحضر ذلك الشخص وذلك الشيء وذلك المرض اللي عمل لك شعور بالحزن، تستحضره في مخيلتك. لو فرضنا هنا عندك حزن تجاه شخص عزيز عليك توفى، جيب صورة ذلك الشخص إلى ذهنك. لو فرضنا عندك هدف معين تحب توصل له، عندك حزن لأنك ما وصلت لهش، جيب ذلك الهدف إلى مخيلتك وحس بكل ذلك الحزن اللي في قلبك واسمح له بالخروج. قوة التمرين في النية المحطوطة، النية هي اللي باش تفعل خروج هذا السلب من داخلك. فحاول تركز على انها النية تكون صادقة، ثم تكرر استحضار ذلك الشخص إلى ذهنك أو ذلك الشيء إلى ذهنك. مجرد مثلا ما تستحضر صورة الشخص المتوفى في ذهنك ستشعر بحزن، ربما ستريد أن تبكي، ربما تجيك هستيريا من البكاء. ذلك البكاء دعه يخرج، دع تلك المشاعر تعبر عن ذاتها، عبر عن ذلك الحزن بكل صدق، بمعنى دعه يخرج. كرر معي: أنا أسمح بكل صدق لكل مشاعري تجاهك بالخروج من قلبي الآن، من كل جسدي الآن. هذا الحزن قد يكون متمركز، يعني موجود في مكان ما في الجسد. يعني لحظة تطبيق التمرين معي الآن قد تشعر بسخونة في كامل الجسد، أو قد تشعر بضغط في مكان ما في عضو معين من الجسد، قد تشعر فيه بالضغط أو تشعر ببعض الألم. لا بأس، هذه إشارة،
على أن هذه الطاقات السلبية مستها النية متاعك، نيتك صادقة فقمت بتحريك تلك الطاقة، تلك الذبذبات متاع الحزن، ذلك الران قمت بتحريكه بالنية متاعك، وهو بصدد الخروج من الجسد. علامة خروج هذا السلب من الجسد هو ذلك الألم أو ذلك البكاء بحرقة، يعني التعبير اللي تعمل فيه أنت لحظة تطبيق التمرين هذا معايا، سواء كان بالألم سواء كان بالبكاء، كلها دليل على تحررك من ذلك الألم العميق الذي تشعره، وذلك الحزن العميق الذي تحس به تجاه ذلك الشخص وذلك الشيء. إذن كرر النظر إلى ذلك الشخص إن كان متوفى في ذهنك، وعبر، دع مشاعرك كلها تخرج، حرر ذلك الشخص منك، دعه يكون حر، دعه يكون حر، هو انتقل إلى جوار الله، دعه يكون هناك بسلام، فهو فعلا فعلا في سلام، فدعه يكون بسلام وعش أنت حياتك بسلام. هذا التنظيف تجاه هذا الشخص المتوفى فعلا بعد تنظيف كل ما تشعر به تجاه من ألم وحزن، ستشعر أنه أصبح ذلك الشخص متواجد في قلبك أكثر، ولكن سيكون معه الحب، لن تشعر بالحزن مجددا، ستكون في حالة حب كلما تذكرته، وستدعو له بكل الخير كلما تذكرته. إذن كرر النظر لذلك الشخص في ذهنك أو ذلك الشيء الذي متسبب لك في الحزن، انظر إليه في ذهنك واشعر بكل ما تحس من مشاعر، دعها تكون، كل ما تشعر به في قلبك من ألم دعه يخرج. إن أردت أن تعبر، إن أردت أن تتكلم تجاه ذلك الشخص وتخبره أنك حزين، أنك متألم، أنك اشتقت إليه، تستطيع التعبير عن كل ذلك في خيالك. كلمه، قل له كل ما تريد، المفيد أن تعبر عما تحسه تجاهه بكل صدق. لا بأس في أن تعبر عن مشاعرك، نحن تعلمنا كبت المشاعر، وذلك الكبت يقوم بتخزين المشاعر في أعضاء معينة من الجسد، تلك الأعضاء بعد سنوات تصاب بالمرض، من الأفضل دائما أن نكون بصحة جيدة. لهذا حاول تفريغ كل مشاعرك أول بأول، لا تترك المشاعر تتراكم، فكن حر من تلك المشاعر، كن حر منها، دعها تخرج من جسدك، ترحل بسلام. عندما تشعر حتى ببعض الاختناق، قد تشعر ببعض الاختناق
تشعر بأن صدرك يرتفع وينخفض جدا، تستطيع أن تتنفس بعمق. اسحب الهواء من أنفك بعمق حتى يصل إلى البطن، ثم خرج الهواء من الأنف بهدوء مرة أخرى. اسحب الهواء من الأنف بعمق، املأ البطن، خرج الهواء بهدوء من الفم مرة أخرى. اسحب الهواء بالأنف إلى البطن، أخرج الهواء ببطء من الفم، وعد إلى صورة ذلك الشخص، ذلك الشيء، ركز عليه واسمح لكل ما تشعر به أن يرحل سلام. دع تلك المشاعر تخرج، أنا أسمح لأن أعبر عن كل حزني الآن، أنا أسمح بأن أتحرر من كل حزني الآن، أنا حر الآن من كل حزني وألمي عن ذلك الشخص أو ذلك الشيء. أنا أحرر الآن مني بكل صدق كل ما أشعر به تجاهك أيها الشخص أيها الشيء. أنا أحرر مني بكل صدق كل مشاعر الحزن والألم والمعاناة لفقدك أيها الشخص أيها الشيء. اسحب الهواء بعمق من الأنف، دعه يخرج من الفم، وكرر التركيز على ذلك الشخص في خيالك، وحس حس من كل قلبك بحجم الألم الذي تشعر به، حس من كل قلبك بحجم الحزن الذي تشعر به، حس، دعه يخرج، دعه يخرج، دعه يخرج. هذه تزكية للنفس، هذا هو. لن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. غير الداخل يتغير الخارج، غير الحزن الذي في قلبك تتغير حياتك للبهجة والسعادة والرضا والتسليم. هذا التمرين تستطيع أن تطبقه كما تشاء في الوقت الذي تشاء، فقط حدد المكان المناسب لكل وحدك، ثم النية، عليك أن تكون نيتك قوية صادقة، ثم تستحضر الشيء أو الشخص الذي يشعرك بالحزن، وتسمح بكل تلك المشاعر بالخروج، تحسها، تستشعرها، وتدعها تخرج من جسدك، تخرج من أي مكان في جسدك، هي حرة تخرج من المكان الذي تريد. قد تشعر بالألم في الساقين أو في اليد أو في الرأس، قد تشعر بالألم في القلب أو في الكلى في البطن، دعها تخرج وتعبر كما تشاء.
حين لآخر تنفس بعمق. التنفس يساعدك على تخريج تلك المشاعر بكل سهولة. هذا هو تمريننا اليوم. أرجو من الله أن تكون قد استفدت وأن تكون فعلا ظهرت عليك الأعراض لخروج هذا الران. استمر في تطبيقه حتى تشعر بالحرية التامة المطلقة من ما تعاني منه. شكرا لكم.